ابن مدينة الفنيدق بولعيد شباب، بدأ مشواره الفني في الثمانينات، غنى الراي وأحب اللون الشعبي. رحل بعدها إلى بلجيكا، تزوج وعمل واستقر واندمج في الحياة الأوروبية. هذا الاندماج لم ينسه المغرب الذي يحبه ويعتز به ويفكر بالاستثمار به. الاسم الكامل بولعيد الشباب من مدينة الفنيدق، حاليا كنت واجد في بلجيكا بروكسل. البداية ديالي كانت في الثمانينات 84-85 بالظاهرة الغيوانية، كنت كنعشق وكنحب الظاهرة الغيوانية. 3 سنين هكذاك بديت كنتغنى بالراي، لان الراي عاود ديك الساعة كان ظهر جديد، كلون جديد في المغرب وتولعت به. ومادام انني جديد في الميدان كنت كنتولع بجميع الالوان الغنائيه، تولعت به الراي. ومن تم سجلت واحد جوج لي زالبوم مع الشاب عبد المولى الفنان الكبير. ما كانش عندهم واحد النجاح كبير، وانما هذا ما كانش ما هرسليش الطموح ديالي. يعني بقيت شويه جالس حتى كنقلب راسي فين نجبر روحي. من بعد بالتجربة ديالي في الأفراح والأعراس والمناسبات، اكتشفت براسي بأنني كنغني الشعبي أحسن من جميع الألوان. وهاد اللحظة اللي كنت توقفت فيها، ما توقفتش بصفة نهائية، توقفت عند استوديو، عند التسجيل في استوديو. تما مشيت سجلت واحد الأغنية الشعبي واللي كان عندها صدى كبير ونجاح كبير، واللي كنت عرفت بها وعرفوني بها المغاربة كاملين، لا في المغرب لا خارج المغرب. انا غزالي لونو خمري حلو ظريف وزينو مسرار، غزالي لونو خمري حلو ظريف وزينو مسرار، لازين من غيرو يعجبني خسارة عليك يا عدبني، لازين من غيرو يعجبني خسارة عليك يا عدبني. انا غزالي لونو خمري حلو ظريف وزينو مسرار، غزالي لونو خمري حلو ظريف وزينو مسرار، لازين من غيرو يعجبني خسارة عليك يا عدبني، لازين من غيرو يعجبني خسارة عليك يا عدبني. بعد هاد السنين هاد الخدمة والإنتاجات، جا المكتوب باش أنني نغادر المغرب. جيت لبلجيكا، تزوجت وجيت هنا، تعرفت عاود بأصدقاء فنانين كبار اللي كنت كنعرفهم في المغرب، جيت عرفتهم هنا والحمد لله تجمعنا بيناتنا، وكان واحد التعاون كبير ما بين الفنانة والمنتجين، فحال مثلا AMD تا هما عاود ساهموا معنا، في دعمونا عاود في الانتاج ديالهم معنا باش نبانوا عاود في السوق، وما نبقاوش غبر، ما نقولوش باش ما نغبروش على الساحه الفنيه. اجتهدت وعملت واحد الاغنيه اللي عملت لها كليب مؤخرا تحت عنوان بسلامه يا المهمه. شي عراقيل، رغم ان في ذاك الوقت هذاك في الثمانينات واول التسعينات ما كانوش يدور الثقافه، وما كانوش مثلا اناس اللي غادي يعاونوك وهذا، ولكن الطموح ديالي
حاولت انني نجتهد ونعطي اكثر ما في وسعي، والحمد لله ربي ما خيبنيش. اللون ديالي الرسمي اللي كنتغنى به هو الاغنيه الشعبيه، وبزاف الناس كيسولوني علاش منطقة الشمال انتم كتغنيو ديك ستيل الحراج، رغم كنضبطوه بصراحه الله كنضبطوه وكنغنيوه مزيان. هذا بزاف الناس كيقولوا لي علاش انتم كتغنيو ديك ستيل الحراج، علاش كذا وكذا. هذا هذا رجع من المحيط والبيئه اللي كبرت فيها وترعرعت فيها، وكانت كتجمع خليط من الالوان الغنائيه اللي كنتغنى بها، من بينهم الشعبي، وتاثرت في الشعبي، فاصبح من الطبيعي ان اغني ما تاثرت به. حاليا خدام في واحد قطعه من المديح الديني، انا كنوجد لها الكليب ديالها، وغادي نسمعكم واحد المقطع منها. يا راحلين إلى الحج بالقياد، شوقتم يوم رحيل فؤادي، حرمتم جفني منام لبعدكم، يا قاصدين زيارة محمد، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، صرتم وطارت الطائرة يا وحشتي، الحزن أبكاني وصرت لحالي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى نبي الهادي، الله 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 يا مولانا، الله 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 شفيعنا رسول الله. بالنسبة للثقافة المغربية، احنا هنا كنعيشوا بحال اللي كأننا كنعيشوا في المغرب، بكل شيء، التقاليد ديالنا من أي ناحية كنعيشوها وتأقلمنا معها، الثقافة البلجيكية كاملة حتى هي وكذلك ثقافة جميلة تأقلمنا معها وكنعيشوا معها على أحسن ما يرام. المغرب الحمد لله ماشي في واحد التطور كبير، وحنا كمغاربة ديما كنبقاو مغاربة مفتخرين بالمغربية ديالنا وكنعتزوا بها، وكنموتوا على المغرب وكنموتوا على المغاربة. الاستثمار في المغرب إن شاء الله، عندي فكرة من شحال وأنا كنفكر فيها، إن شاء الله غادي نمشي للمغرب، وعلى بالي واحد المشروع إن شاء الله، وغادي نبدا فيه قريب إن شاء الله. نظرة البلاجكا على المغرب، عندهم نظرة جميلة بزاف، كيقولوا لنا المغرب بلد الخير، لا كليما وكل شيء فيه الطبيعة، كل شيء مزيان. أنا كنتصل بزاف الأصدقاء ديالي هنا بلاجكا، كيعاودوا لي المغرب مغرومين بالمغرب، ما كيقولوا لي احنا ما نقدروش نلقاو شي بلاد أخرى أحسن من المغرب، لا بالكليمة ديالها، لا بالخيرات ديالها، لا بالطبيعة ديالها، وكل شيء ديالها صراحة الله. كيفاش حنا كنجتمعوا هنا في المناسبات والاعياد والافراح؟ بصراحه بحال اننا في المغرب، يعني ما كيتبدل حاجه، بالعكس المغاربه كيتسناو ديك الفرصه هذيك باش كيعزوا بها العلاقات ديالهم، وكيفرحوا مع بعضياتهم، والحمد لله المغاربه فين ما مشاو كيمثلوا اسره واحده. كاستيخو يا لالا عليا بالعلو، كاستيخو يا لالا عليا بالعلو، موليها يا لالا التفاح الحلو، تبارك الله عليهم صلوا على النبي، او يا لالا يلالي ويلالي صلوا على محمد هو شفيعنا. كاستيخو يا لالا عليا مدوره، كاستيخو يا لالا عليا مدوره، موليها يا لالا كيف القمره، تبارك الله عليهم صلوا على النبي، او يا لالا يلالي ويلالي صلوا على محمد هو شفيعنا. كاستيخو يا لالا جات في الحدود،
كاستي خويا لالا جات في الحدود ناس الخير يا لالا عليهم الشهود تبارك الله عليهم صليو على النبي كاستي خويا لالا عليا بالعلو كاستي خويا لالا عليا بالعلو ماليها يا لالا تفاح الحلو تبارك الله عليهم صليو على النبي. نصيحة للشباب المولوعين بالفن كنصحهم انهم يستمروا في الفن ويجتهدوا مزيان، ولكن حاجة الوحيدة كنطلب انهم يختاروا اللون الغنائي اللون اللي كيرتاحوا فيهم هما، واكيد انهم غادي ينجحوا ان شاء الله، وكنقول لهم لانهم ينتظركم مستقبلا زاهرا ان شاء الله. كنوجه التحيه ديالي لجميع المغاربه وجميع المشاهدين والناس اللي كتساندني وكتدعمني لا من قريب لا من بعيد، كنشكرهم بزاف، وكنوعدكم بان ان شاء الله قريبا كاينه واحد الجديد أغنية ملتزمة إن شاء الله غادي تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا.